أبنائنا الأعزاء طلاب الصف الأول الثانوي، إن شاء الله لنا لقاء مع الترم الثاني. والترم الثاني من الحاجات الجميلة وهم شابترين اللي موجودين علينا، في عندنا الكيمياء الحرارية وفي عندنا الطاقة النووية والمفاعلات النووية وشوية معلومات جميلة وشوية حاجات لذيذة كده وظريفة وبنت حلال. وهتحس فعلا إن المنهج بتاع الترم الثاني ظريف وهنستفيد منه، وهيبقى فيه معلومة جميلة وفي حاجات حلوة كده كويسة يعني، ونحس بالاستمتاع واحنا بنتعلم يعني، وده المفهوم اللي احنا عايزين نوصل له ان شاء الله بإذن الله. عشان نتكلم على الكيمياء الحرارية، اول سؤال هتسأله لنفسك هو قصدهم ايه بالكيمياء الحرارية؟ عشان نقول ما المقصود بالكيمياء الحرارية، هو العلاقة بين الكيمياء والتفاعلات الكيميائية والتغيرات الحرارية. هو ممكن يحصل تغيرات أثناء التفاعل الكيميائي؟ ممكن تفاعل ينتج طاقة، زي الكربون لما نحرقه مثلا في الأكسجين ما بيطلع طاقة، يبقى ده بنسميه تفاعل طارد للحرارة، منتج للحرارة. وأحيانا في تفاعلات أخرى تلاقيها ماصة للحرارة. طب احنا عشان ندرس الكلام ده محتاجين الأول نفهم وناخد شوية مفاهيم وازاي تحصل التغيرات اللي هي بتحصل ديت. اول حاجة هنقول ان احنا في عندنا قانون بقاء الطاقة، الطاقة لا تفنى ولا تستحدث ولا تخلق من عدم. الطاقة موجودة، طب ما انا بحس ان انا مش موجودة. لا، لما بتختفي من صورة بتظهر في صورة اخرى، زي الطاقة الشمسية. انت حضرتك لما بتقعد تتشمس كده انت فاكر ان انت كده قعدت تشمست وخلاص؟ لا 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 لا، انت اخدت الطاقة الشمسية وخزنتها في جسمك وبدأت تحس بالانتعاش والدفء وبدأت تتحرك وبدأت إذن تحولت من صورة إلى صورة أخرى. شوية الخشب اللي احنا بناخدهم من الشجر دول ونحرقهم، طاقة حرارية. هي الشجرة دي جابت الطاقة دي منين؟ ما هي بتعمل عملية البناء الضوئي، بتخزن الطاقة الشمسية، فإذن الطاقة دي مختزنة فتحولت من صورة إلى صورة أخرى. يبقى ده بيأكد قانون بقاء الطاقة، أن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث ولا تخلق من العدم، ولكنها تتحول من صورة إلى صورة أخرى، وده اللي احنا بنسميه قانون بقاء الطاقة. نقرب شوية ونخلي كلامنا دقيق شوية بالنسبة لنا احنا بقى، فحنقول طب لو احنا عندنا تفاعلات كيميائية، أي تفاعل كيميائي يصاحبه طاقة، إما منطلقة وإما ممتصة. إما أنه هو يديني حرارة ويسخن، وقلنا مثال زي لو انا بحرق الكربون مثلا، الفحم اللي احنا بنشوي عليه والكلام دوت، هو ده عباره عن ايه؟ عباره عن ان هو تفاعل الكربون مع الاكسجين فبيحدث تفاعل احتراق فينتج عنه كميه من الطاقه، ويبقى ده تفاعل طارد للحراره. وهناك تفاعلات اخرى ماصه للحراره. بتظهر بقى هذه التغيرات ممكن اثناء تغير الماده من صوره الى صوره اخرى، زي مثلا الميه. المية انت حضرتك بتحولها مثلا من مية لبخار مية عن طريق ان انت بتعمل ايه؟ بتسخن فبتديها طاقة بتتحول لكذا، او العكس، او ان انت تاخد البخار اللي طالع ده وتعرضه لسطح بارد فتحدث له عملية تكثيف فبتمتص منه قدر من الطاقة فيتحول تاني يرجع زي ما كان مية، وهكذا. يبقى دي التغيرات اللي بتحصل اثناء تحولات المادة، سواء كان تحول فيزيائي او تحول كيميائي، يبقى بتنتج عنها تغيرات لهذه الطاقة. طيب عشان نتكلم على الكلام ده بدقة أكتر شوية، هنقول الجزء اللي احنا هنتكلم عليه نسميه سيستم. حضرتك عملت كوباية شاي ومسكها بالعافية وسخنة ومولعة نار في ايديك، حطيتها على المكتب سخنة انت مش عارف تلمسها، وقعدت تلف لك شوية كده، وكنت بتجيب حاجة ولا نسيت حاجة وبتتفرج على حاجة، ورجعت الكوباية الشاي دي بعد ربع ساعة مثلا أو تلت ساعة أو حاجة، هتلمس كوباية الشاي دي هيحصل لها ايه؟ هتلاقي ايه؟ هتلاقيها برد جدا. ايه اللي برد؟ انا كنت جايبها مولعه نار، ده انا كنت مش قادر المسها. ايه اللي حصل؟ حصل ان درجه حراره الغرفه بتاعت حضرتك مثلا درجه حرارتها 20 او 25، والكوبايه بتاعتك مثلا 100 درجه مثلا. احنا في عندنا قاعده بتقول ان الطاقه الحراريه هي صوره من صور الطاقه تنتقل من الاعلى الى الاقل. فحصل ايه؟ حصل تبادل للطاقة بين كوباية الشاي بتاعت حضرتك وبين الجو والغلاف اللي حوالين منها.
طب ما تيجي نقول الكلام ده بشكل علمي شوية، فنقول ايه بقى؟ ان كوباية الشاي دي هنسميها سيستم، جزء من الكون نختص بالدراسة. كوباية الشاي، الأوضة بتاعتي، ده الأوضة بتاعتي برد قوي، لا ده الأوضة بتاعتي حر قوي، يبقى جزء من الكون نختصه بالدراسة. طيب، ومن أول جدار الكوباية كده من بره نسميه الوسط المحيط، اللي هو شوية الهواء اللي حوالين كوباية الشاي. وده اللي بيدينا الإحساس على فكرة، ان انت لما حضرتك مثلا تلمس الحلة اللي موجودة في المطبخ على البوتاجاز بالصدفة غصب عنك، تحس بايه؟ لسعة كده، من ايديك اتلسعت. هو ليه ايديا اتلسعت؟ ما انا ايديا 37، الحلة دي ممكن تكون 100 120 150، فانتقلت الحرارة من الاعلى الى الاقل، فعشان كده بنشعر بفرق كبير في الايه، في الطاقة. او العكس، حضرتك ماسك قطعة تلج في ايديك، مسكتها ومثبت عليها قوي، بعد شوية هتحس بألم في ايديك. هو أنا ليه حسيت بألم في إيديا؟ وحسيت إن إيديا تلجت، لأن انتقلت الحرارة من إيدي لقطعة التلج، فانصهرت قطعة التلج، فبدأت أحس بالبرودة الشديدة في إيديا. يبقى دايما الطاقة الحرارية هي صورة من صور الطاقة، تنتقل من الأعلى إلى الأقل. خلي بقى كلامنا كده دقيق شوية، هنقول كوباية الشاي دي هنسميها النظام، جزء من الكون نختصه بالدراسة. طبعا مش كوباية الشاي بس، ده ممكن كوباية الشاي، ممكن الكاس الزجاجي، ممكن الغرفة بتاعت حضرتك، ممكن الشقة بتاعتنا برد شوية، ممكن كذا، ممكن. يبقى أي منطقة من الكون بنختصها بالدراسة، يبقى إذن بنعتبرها نظام أو سيستم. حوالين منها اللي هو بنسميه الوسط المحيط، وهو الجدار، من أول جدار الكوباية لحد جدار الكاس لحد الحيطة بتاعت البيت بتاعتنا وهكذا. واحنا عندنا الأنظمة كلها زي بعضها؟ قال لي لا، الأنظمة عندنا ثلاث أنواع من الأنظمة، نظام مفتوح ونظام مغلق ونظام معزول. إيه الفرق بين الثلاثة؟ النظام المفتوح زي كوباية الشاي اللي في إيديك، ده نظام مفتوح. هيحصل له إيه النظام المفتوح دوت؟ قال لي ده بيتبادل الطاقة الحرارية والمادة. يعني إيه يتبادل المادة؟ يعني ما انت الشاي اللي انت جايبه ده عمال يبخر، مش عمال يطلع بخار، يبقى اذا هيفقد جزء من المادة، هيديهم للجو اللي حوالين منه، وهيشع الطاقة لان هو الاعلى للي حوالين منه اقل. اذا يتبادل النظام المفتوح الطاقة والمادة مع الوسط المحيط. لو جيت انا اتنصحت شوية ورحت جايب طبق فنجان ولا اي حاجة ورحت حطيته على كوباية الشاي، قال ده نسميه نظام مغلق. انت كده عملت ايه؟ منعت الشاي من انه يتبخر، لكن ما منعتوش ان هو يبرد. يعني معنى كده ايه؟ ان هو هيعمل ايه؟ هيتبادل الطاقة الحرارية ولا يتبادل المادة. يبقى الفرق بين النظام المفتوح والنظام المغلق ان النظام المفتوح يفقد طاقة، يتبادل طاقة ويتبادل مادة. اما النظام المغلق فيتبادل طاقة فقط ولا يتبادل مادة. النظام المعزول، طالعين رحلة، بنعمل ايه؟ بنحضر ترمس الشاي او كولمان المية. وايه فكرتها؟ ترمس الشاي دوت بيحافظ على درجة حرارة الشاي، مثلا تقعد معايا 3-4 ساعات 5 ساعات حسب جودة الترمس بتاعه. هو ايه الترمس ده عبارة عن ايه؟ قال لي ده عبارة عن نظام معزول يحافظ على الطاقة الحرارية لفترة ويحافظ على المادة، فنسميه نظام معزول. وطبعا احنا بنعمل عندنا حاجة زيه كده في المعمل اسمها المسعر الحراري، لان انا بحسب ايه؟ التغير في الحرارة، فمش هسيب الدنيا مفتحة كده وبص لا اقول انا بحسب الحرارة بتتغير ازاي، لا ده انا لازم احافظ عليها عشان اقدر اقول ايه التغير اللي حصل، اللي هو حساب التغير الحراري، فبنسميه المسعر الحراري. المسعر الحراري ده هندرسه بالتفصيل، مغطى بطبقة من اللباد معزولة ومقفول من فوق ومفيش أي حاجة مفتوحة، فبنحاول نحافظ على الحرارة عشان ما إيه؟ ما تتحركش أو ما تخرجش بره النظام اللي احنا بندرسه. يبقى سواء الترمس أو الكولمان بتاع المية بيحافظ على المية ساعة مثلا لفترة 5-6 ساعات أو كذا. يبقى دي أنظمة التلاتة اللي عندنا، نظام مفتوح كوباية الشاي، نظام مقفول كوباية الشاي المتغطية، النظام المعزول اللي هو الترمس بتاع الشاي او الكولمان بتاع المية. دول فكرتهم كلهم ان هم بيحاولوا يقولونا ايه اشكال النظام اللي موجود عندنا. بعد كده عندنا بقى في القانون الاول للديناميكا الحرارية.
ايه هو قانون الاول الديناميكا الحراريه؟ هو بيحصل تبادل ما بين كوبايه الشاي وما بين شويه الهواء اللي حوالين منها، فواحد بيفقد واحد بيكتسب. فعشان كده بنقول ايه، دلتا اي للنظام تساوي سالب دلتا اي للوسط المحيط، لانه بيحدث تبادل، وعشان كده بنقولها بعكس الاشاره. القانون الاول بيقول ان الطاقه الكليه لاي نظام معزول تظل ثابته حتى لو تغير النظام من صوره الى صوره اخرى. يعني هي معناها ايه؟ سواء من كوبايه الشاي لشويه الهواء اللي حوالين منه، او من الهواء لحته التلج اللي موجوده، يبقى بيتبادل. لكن الفكره كلها ان الايه، كميه الطاقه الحراريه ثابته في هذا الايه المكان. المبدا بيقول الطاقه الحراريه صوره من صور الطاقه تنتقل من الاعلى الى الاقل، من الجسم السخن للجسم الاقل، وده اللي بيديك احساس السخونه لما بتمسك كوبايه الشاي، وده اللي بيديك احساس البروده لما حضرتك بتمسك قطعه التلج. يبقى لان دايما الحراره تنتقل من الاعلى الى الاقل. بعد كده احنا دايما نقول درجه الحراره كذا. يعني ايه درجه الحراره؟ طبعا احنا عارفين ان الماده تتكون من مجموعه من الجزيئات، والجزيئات دي في حاله حركه دائمه، سواء كانت الماده صلبه او سائله او غازيه. بتختلف طبيعه هذه الحركه حسب نوع الماده اللي عندي. لو انا عندي حاله صلبه، جزيئات الماده الصلبه تتحرك ولكنها حركه محدوده. اما في الحاله السائله فتكون الحركه اكبر شويه. اما في الحاله الغازيه فبتكون بتتحرك بحريه اكتر شويه. نتيجه هذه الحركه فبتنشا درجه الحراره، او احنا بنقول دي درجه الحراره. يبقى درجه الحراره دي عباره عن ايه؟ عباره عن متوسط طاقه الحركه لجزيئات الماده، والتي يعبر عنها بالسخونه او بالبروده. يبقى لو انا كنت بسخن ميه او كذا وجيت حاطط ايدي في الميه دي احس انها سخنه جدا جدا جدا، نتيجه طاقه الحركه بتاع جزيئات الميه لانها اكتسبت جزء من الطاقه اللي موجوده مثلا. يبقى في الحاله دي بعبر عن السخونه او البروده نتيجه متوسط طاقه الحركه اللي موجوده في جزيئات هذه الماده. انت ممكن نعمل تجربه لذيذه قوي، ممكن نجيب شويه بيلي اللي هو الحديد دوت، ونحطه في قلب برطمان بلاستيك، ونقعد نرج البرطمان ده بشكل قوي جدا جدا جدا، ونقيس درجه حرارته قبل وبعد. هنلاقي بعد شويه لو انت قست درجه الحراره هتلاقي تحس ان البيلي ده بقى دافي دافي، وانت سخنته ولا جيت جنبه، نتيجه طاقه الحركه الشديده دي، فالبيلي ده اكتسب ايه، مقدار من الطاقه الحراريه. قيس بقى على كده اي حاجه تعجبك من اي ماده من المواد اللي موجوده عندك. يبقى تاني نقدر نقول ان درجة الحرارة هي متوسط طاقة الحركة لجزيئات المادة التي تعبر عن السخونة او البرودة. الحرارة دي عموما ممكن نقيسها، ممكن نقيسها بسهولة قوي كمان، ولها وحدات ممكن نستعين بيها ونشوفها. ايه هي بقى الوحدات بتاعتي؟ وحدات قياس درجة الحرارة او الحرارة. رقم واحد الكالوري اللي هو السعر. هو ايه السعر؟ في ناس عندها مفهوم برضو غلط شوية كده، لان الناس فاكرة ان ايه، ان دي فيها كم سعرات ودي فيها كذا، والناس اللي بتعمل رجيم وعدد السعرات. لا لا لا، دي وحدة قياس. السعر دي وحدة قياس. فحتى لما الدكتور بيقولك مثلا ما تاكلش دي عشان دي فيها 100 سعر، يعني معناها بيقولك ان لما تاكل دي هتديك كمية من الحرارة تديك تساوي 100 سعر. ده معنى كلمة السعر، عشان بس محدش ايه يخلط المفاهيم مع بعضها. يبقى السعر ده عبارة عن وحدة قياس للحرارة. هو ايه السعر؟ مقدار الطاقة الحرارية اللازمة لرفع درجة حرارة 1 جرام من الماء درجة واحدة سيليزية. يعني ايه؟ يعني لو انا تخيلت، طبعا مش هقف ب 1 جرام يعني، لكن هم ده المقياس بتاعنا. السعر هو مقدار الطاقة الحرارية، شوية الحرارة اللي ممكن يسخنوا 1 جرام من المية وترفع درجة حرارتها 1 درجة سيليزية. نقول عليه ده سعر. طبعا السعر دي وحده صغيره قوي، فطبعا ما ينفعش احنا نتعامل بيها، فبنضطر نقول ايه بقى، كيلو سعر، والكيلو سعر بيساوي 1000 سعر. بعد كده عندنا الوحده الثانيه وهي الجول. قبل ما نقول الجول هنقول ايه العلاقه بين السعر والجول. السعر يساوي 4.18 جول. اذا الجول هيساوي كام؟ 1/4.18 سعر. هو نفس التعريف بالظبط، بس هنغير حته صغيره قوي. وفر مجهودك،
هو نفس التعريف. يبقى لما اجي اقول دلوقتي هو ايه الجول؟ هو مقدار الطاقة الحرارية اللازمة لرفع درجة حرارة 1 جرام من الماء 1/4.18 درجة سيليزي. يبقى احنا كده خدنا ايه وحدتين نقيس بيهم الحرارة، السعر والجول. بعد كده هما كل المواد دي بتسخن بنفس الدرجة وبنفس الطبيعة ونفس الكلام ده كله؟ قال لي لا، ده في حاجة اسمها الحرارة النوعية. يعني ايه حرارة نوعية؟ يعني كل نوع ليه طبيعة حرارة، عشان كده بنسميها الحرارة النوعية. برضو نفس التعريف بالظبط، بس خد بالك بقى، خليك ذكي، هنغير كلمة واحدة. هي مقدار الطاقة الحرارية اللازمة لرفع درجة حرارة 1 جرام من المادة. المادة اللي حضرتك شغال عليها. هناك احنا كنا بنقول ايه؟ من الماء، ثبتنا الماء. لكن هنا احنا ممكن نقول ايه؟ لو انا بتكلم على النحاس يبقى من النحاس، من الحديد، من المية السائلة، من المية البخار، من اي، من الالومنيوم، حسب نوع المادة اللي عندي. فعشان كده بنقول عليه ايه؟ الحرارة بتاع كل نوع. يبقى اسمها الحرارة النوعية. ايه هي بقى الحرارة النوعية؟ مقدار الطاقة الحرارية اللازمة لرفع درجة حرارة 1 جرام من المادة درجة واحدة سيليزية. بص كده في الجدول ده معايا، هيجيب لي مجموعة من المواد وبيديني الحرارة النوعية بتاعتهم. وعلى فكرة في الامتحان هو بيديك الحرارة النوعية، بيقول لك إذا علمت أن درجة الحرارة النوعية مثلا للحديد كذا، الحرارة النوعية للنحاس كذا. يعني دي مش حاجات ما بتتحفظ. لكن أنا عايز أقول لك ليه من الجدول دوت، عايز أقول لك إن باختلاف المواد بتختلف الحرارة النوعية، لأنها حاجة خاصة بكل مادة، مش كله زي بعض، ما عدا طبعا حاجة واحدة في الآخر هقولها لك. هنا المادة مثلا لو قلت الألمونيوم 9/10، الكربون 0.711، النحاس 0.385، الحديد 0.444، 444 من 1000، الماء السائل 4.18 من 100، والماء في الحالة الغازية اللي هو البخار 2.1 من 100. إذن الحرارة النوعية هي قيمة تختلف حسب نوع المادة. هنلاحظ بقى ان احنا بعد كده في المسائل بتاعتنا او في اي حاجة هنتعامل بيها، الحرارة النوعية للماء 4.18 من 100، وعشان المية قريبة من المحاليل المخففة فاحنا اعتبرناها مية، وعشان كده بنعتبر الحرارة النوعية للمحاليل المخففة تساوي 4.18 من 100. كيف يمكن حساب الحرارة النوعية أو كمية الحرارة الممتصة أو المنطلقة؟ عشان نحسب كمية الحرارة المنطلقة أو الممتصة، في عندنا قانون كيو بي بتساوي ام سي دلتا تي. كيو بي اللي جاي من كلمة كوانتاتي، يعني كمية الحرارة. ام يعني الماس، يعني كتلة المادة بتاعتي أو المحلول بتاعي. سي يعني الحرارة النوعية، ودلتا تي اللي هو فرق في درجات الحرارة، اللي هو T2-T1. T2 اللي هي الحرارة النهائية ناقص الحرارة الابتدائية، وبينها بحسب اللي هو الايه الكيو. طب انا من هنا ممكن احسب السي؟ اه ممكن احسب السي. بص كده السي هتساوي كم؟ يبقى السي هتساوي كيو بي على ام دلتا تي. سي يعني الحرارة النوعية، كيو يعني كمية الحرارة، ام يعني الكتلة، ودلتا تي اللي هو فرق درجات الحرارة اللي هو T2-T1. ممكن الكتلة تساوي الحجم. مين يقول لي امتى؟ لما اقول الكتلة تساوي الحجم للماء النقي فقط. اشمعنى؟ عشان كثافة الماء تساوي 1 جرام لكل سنتيمتر مكعب، والكثافة بتساوي الكتلة على الحجم. شيل الكثافة حط مكانها 1، اضرب طرفين في وسطين، هتطلع الكتلة بتساوي الحجم للمية فقط لا غير. ودي التكات الصغيرة بتاعة المسائل اللي هتجيلك بعد كده. يعني لما اجي اديك مثلا ايه حجم المحلول مثلا 1000 ملي مثلا، طب مستقينا بنعوض ب1000. ايه يا مستر ده انت بتقول في القانون ام، ام يعني كتلة، ما هو الكتلة بتساوي الحجم، لان المحاليل المخففة والمية بنعتبر الكتلة بتساوي الحجم، وتكون الحرارة النوعية بتاعتها مقدار ثابت يساوي 4.18 من 100، وتبقى دي السي. عايز بقى حد شاطر يقول لي كده او يستنتج لما احب اجيب الوحدة بتاعة الحرارة النوعية فوق هنا ايه؟ كيو. طب الكيو ده بيتقاس بالايه؟ بالجول.
طب الماس دي بتتقاس بايه؟ لكل جرام، وطبعا الدلتا تي بالحراره يبقى درجه سيليزيه. وخد بالك من الحته دي عشان دي دايما بيجيبها سؤال في الاختيار، يقول لي ما هي وحده قياس الحراره النوعيه؟ يبقى جي دي بتعبر عن الجول، لكل جرام درجه سيليزيه. مثال الجزء ظريف والجزء سهل وبسيط، وهنعوضكم كده شويه عن المسائل والحاجات اللي هي بتاعت الترم الاولاني، وان شاء الله يبقى ترم دمه خفيف كده علينا كلنا ونستفيد منه، ويبقى بدايه موفقه ان شاء الله باذن الله. ما ننساش نعمل شير وندوس على السبسكرايب، وطبعا عنده اي كومنتس او عنده اي حاجه عايز يقولها يكتبها ويقولها، واحنا هنرد عليها ان شاء الله باذن الله. ونلتقي المره الجايه على خير، ونشوفكم على خير باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله.